حارب فانتصر، ثم أراد أن يوثق ذلك النصر. النصر المستحيل، كتاب لرئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي يروي عبر صفحاته كيف هزم العراق داعش. حفل توقيع الكتاب ببغداد شهد حضور عدد من الشخصيات الرسمية والعسكرية والسياسية. هو كتاب قصة شعب قرر أن ينتصر على منظمة ظالمة ومتوحشة، والحمد لله أتمكن. بس هي مو مصادفة، أكو أسباب أدت إلى الانتصار وأكو أسباب أدت إلى الانهيار. يعني يهمني في هذا الكتاب، هاي مو مذكرات، هاي قصة العراقيين كيف انتصروا. النصر المستحيل ليس مجرد كتاب تسرد فصوله أحداثا حصلت في مكان ما، بل هو ذاكرة سنوات أربع اختزل فيه ما مر فيها لحين إعلان النصر كما يقول المطلعون عليه، فيمكن له أن يكون مصدراً يتيح العودة إليه للاستفادة مما فيه من تجارب أمنية. مناسبة طيبة أن نقف مع الأخ دولة الرئيس الوزراء حيدر العبادي اللي كان قائد عام القوات المسلحة، وله فضل كبير على القوات المسلحة وعلى العراقيين جميعاً في إدارة المعارك ضد داعش. بالتأكيد راح يكون مصدر مهم جدا. ليش؟ من كتب بموضوعية عالية، ومن قبل قائد عام كان هو يدير العمليات العسكرية، هو حريص جدا على إدارة العمليات العسكرية. صعوبات، تحديات وانتصارات، تجارب شتى دونت على صفحات النصر المستحيل، ذلك النصر الذي لن ينسى. وأن نسي فغاية الكتاب كما يقول كاتبه أن يبقى وثيقة شاهدة على تلك المرحلة بين أيدي العراقيين. من العاصمة بغداد، بدر الركابي، التغيير.